ولاية طهران كذلك انتشر بها القمل بين أوساط التلاميذ، ما سببت إزعاجا كبيرا لدى أولياء التلاميذ الذين اشتكى بعضهم من نقص الأطباء المختصين، بينما أرجع البعض الآخر أن من بين أسباب انتشاره هي العدوى. والتغطية لسارة فرنتي. كان دي فوا دي ميدسان يروحوا نزفطوا الاولياء تلاميذ هكا نقولوا لهم روحوا فوتوا ولا روحوا بلاصه هادي ولا يروحوا، كاينين مساكين الله غالب عليهم. زاد انتشر زاد انتشر زاد انتشر. حنا اش رانا نديروا دروك؟ رانا نشوفوا باقصى حد باش نعاونوا هذوك الفقراء، باش نشوفوا كي نديروا باش اومون نقدوا على هذوك. حنا ماذا بينا نديروا لنا الطبيب في المؤسسه، وماذا بينا يكونوا ولادنا زعما محميين من كل شيء. سورتو الظاهره تاع القمل راهي بزاف، راهي منتشره، وماذا بينا ماشي الطبيب جينيرال يستبرك في المؤسسه، ما حتى البسيكولوج. ظاهره انتشرت بكثره، انتشرت بكثره، ونطالبوا ان وحدات الكشف والمتابعه تقوم بدورها وتفوت على المدارس باش تحاول بالطرق اللي هي مسموح لها باش تقضي على هذه الظاهره.